هابي بيرثداي، كل عام وانت بخير يا هلو. هو اليوم مش يوم ميلادك ولا انا؟ طب متى يوم ميلادك؟ لسه بتفكر مش حافظه؟ لا لا، انا يوم ميلادي في 25/6. تمام، طيب بدك تعزمنا عيد ميلادك؟ ايش بدك نشوف في عندك حاجات؟ في حفلة، في بالونات، في شمع، في كيكة، طب في هدايا؟ طب يلا نتعرف عليهم كلهم. يلا يا حلو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا اليوم درس جديد خفيف جدا جدا جدا. عنوان وحدتنا Happy Birthday، يوم ميلاد سعيد. تمام، في يوم الميلاد بدنا نتعرف كيف نتكلم عنه وكيف نحكي How they feel، يعني كيف بنشعر، ايش الشعور اللي احنا بنواجهه في يوم الميلاد. طبعا اكيد شعور بالسعادة، تمام، وفي بكون شوية زعلانين، احنا بدناش الزعل، بدنا دايما تكون مبسوط. اتفقنا؟ تمام، بدنا نتعرف بداية على vocabulary review، المرادفات المطلوبة منا في هذا الدرس. look and read، look راح ننظر للصورة، read راح نقرأ الكلمة، وانت بطلب منك تعيد معي الكلمة بصوت عالي. اتفقنا؟ يلا بينا. اول كلمة بالكلمات اللي هي صورة الحلو اللي يوم ميلاده اليوم. تمام، فلهيك يوم الميلاد باللغة الانجليزية اسمه birthday. يلا عيد معي birthday بصوت اعلى، birthday. ممتاز، نيجي على اللي بعديها. لما يكون عندنا في يوم ميلاد بنعمل حفلة. ايش بنعمل؟ حفلة، بيجي اصحابنا وقرايبنا شايفينه. تمام، فهذا حفلة يعني party. يلا عيد معي party. ممتاز جدا. طيب في البارتي ايش بنجيب؟ بنجيب كيكة. لاحظ الكيكة الحلوة اللي هنا، طبعا هذا رقم 8 اللي هو عمره 8 سنوات. هاي لاحظ، هاي مكتوب هنا على البطاقة عنده number 8. تمام، هاي في عنا هنا 8 شمعات عشان هذا عامه الثامن، فكل عام وهو وانتم جميعا بألف خير. اوكي، كيكة يعني كيك، كيك. يلا عيد معي كيك. ممتاز، اللي بعديها ما حدش يقول لي بالون. تمام، انت شايف هذا هو بالعربي بالون، لكن بالانجليش بالونز، بالونز. يلا عيد معي بصوت عالي، بالونز. ممتاز، تمام. نيجي للي بعديها، اللي بعديها اللي هو الشمع اللي بنحطه على الكيكة. كلمة شمع معناها candles. يلا عيد معي بصوت عالي، candles. candles يعني شمع. اتفقنا؟ واخر اشي في عنا الهدايا الحلوة، وكلمة هدايا معناها present. present، ممتاز. presents معناها هدايا. هيك بنكون كلمات خفيفة وحلوة. يلا شوف، وقف لي الفيديو واقرأهم لوحدك، انا بدي اساعدك. تمام، بدي اقرأ لك اياهم مرة واحدة، بعدين انت تعيدهم بعدي. اتفقنا؟ يلا شوف: birthday، party، cake، balloons، candles، presents. وقف الفيديو، يلا اقرأهم لوحدك. وبعد ما انتهينا من قراءة الكلمات، موجود عندي تمرين بسيط وحلو: read and color. read راح نقرأ، color راح نلون حسب اللون الموجود عندي جنب الاسم. اوكي، write راح نكتب الحرف اللي بيدل عليه الصورة. تمام، نيجي نشوف. في عنا A اللي هو صورة شمع، B اللي هو صورة بالونات، C اللي هي صورة هدايا. تمام، راح نيجي للكلمة نقرأ. مثلا number 1 red balloons، red balloons. وين صورة البالونز في الأول؟ وين هي؟ مين فيهم بالونز؟ ممتاز. طيب ايش اللون تبع البالونز؟ red. ايش يعني red؟ احمر. جدع، ممتاز. لهيك بجيب قلمي، بجيب الالوان، وبجيب اللون الاحمر وبلون البالونات. تمام، ممتاز جدا. نيجي على اللي بعدها.
طبعا راح نكتب في المربع الموجود عندنا اللي هو الحرف الخاص في البالونز اللي هو حرف البي. اوكي اللي بعديها بلو بريزنتس، بلو بريزنتس، بلو لون ايش؟ الازرق ممتاز، والبريزنتس وين البريزنتس؟ ضايل هاد وهاد، مين البريزنتس فيهم؟ ممتاز، بريزنتس يعني هدايا، عشان البريزنتس هدايا، فراح نكتب جنبها حرف السي، هاي حرف السي راح نكتبه في المربع، اتفقنا؟ طيب، بعد ما انتهينا من كتابة حرف السي بدنا نلون البريزنتس باللون ايش؟ بلو، ايش يعني بلو؟ ازرق، لون لي اياهم باللون الازرق. واخر واحدة نمبر 3 يلو كاندلز، يلو كاندلز، يلو لون ايش؟ الاصفر. طب ايش يعني كاندلز؟ كاندلز يعني شمع، فشمع عندنا حرف الاي راح اكتبه في الصندوق الموجود عندي، بعد هيك راح اجل الشمع والونه باللون الاصفر، اتفقنا؟ تمام؟ انا لونت لك اياهم بس انت تلونهم مش مثلي. يلا نشوف الالوان، ومثل ما انت شايف انا لونتهم ريد بالونز اللي هو باللون الاحمر وهي حرف بي، بلو بريزنتس لونتهم باللون الازرق وهي حرف سي، واخر واحده يلو كاندلز حرف الاي ولونت لك اياهم باللون الاصفر. طبعا انت ما تلونش مثلي هيك وتطلع لورا، لا لون وخلي منظرهم حلو، اتفقنا؟ ومعك كواجب ترسم لي اياهم على الدفتر عشان يطلع تلوينك احلى انت، تمام؟ ترسم لي اياهم على الدفتر وبتلونهم بألوان حلوة زيك هيك وأمامير، تمام؟ وبتكتب لي تاريخ ميلادك أنت وإيش شعورك أنت، تمام؟ طبعا هاي آخر صورة في المادة الاستدراكية. بالنسبة للصورة الثانية المفروض تكون موجودة في، بتكون كيف أنت بتشعر. في عندي كلمتين بدي أحفظهم، هاي بدي أكتب لك إياهم هنا. لاحظ الكلمة الأولى happy، يلا عد معي happy، happy، هابي يعني مبسوط، تمام؟ في كلمة تانية بدناش إياها sad، شايف أنا كيف حكيتها وأنا زعلان، sad يعني حزين، وهابي يعني مبسوط، فعلى هيك أنت دايما خليك مبسوط، اتفقنا؟ Are you happy؟ هل أنت مبسوط؟ احكي yes. Are you happy؟ Yes. في ناس حكت no، زعلانة؟ ليش زعلان؟ خليك دايما مبسوط ودايما كون مبتهج وبتضحك عشان ان شاء الله كل ايامك تكون بهجة وسرور. اتمنى لكم اوقات حلوة، ما تنسى انه هيك احنا انتهينا من المادة الاستدراكية، ارجع وكرر الدروس اللي انت مش حافظها حتى ان شاء الله نبدأ عامنا الجديد بكل نشاط ونكون فاهمين كل الدروس السابقة. بتمنى لكم اوقات حلوة ونراكم في دروس قادمة، والى اللقاء.